أستضيف في هذه الأثناء سعادة لوسي بيرغيل سفيرة الاتحاد الأوروبي. نرحب بك معنا سعادتك في هذه التغطية الخاصة. كوب 28 هنا في الإمارات، إنجازات متلاحقة في فترة قصيرة، كيف وذلك أثبتتها الأرقام بالتأكيد، كيف تابعت هذه النسخة من المؤتمر؟ أعتقد أن مؤتمر الأطراف كوب 28 ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا، فبينما نعمل على الإعداد للتقييم العالمي الشامل حول النتائج المتحققة منذ توقيع اتفاقية باريس، ندرك أننا ما زلنا بعيدين عن احترام الهدف القاضي بالحد من ارتفاع درجة الحرارة بحدود درجة ونصف درجة مئوية. فمؤتمر الأطراف كوب 28 فريد من نوعه في هذا الإطار، ونعمل بشكل وثيق مع رئاسة مؤتمر الأطراف من أجل الترويج لمبادرات تضعنا على المسار الصحيح، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وأيضا الحد الجماعي لانبعاثات الغازات الدفيئة. ومن الإنجازات الكبيرة المعتبرة بالنسبة إلينا هي المبادرة متبادلة وثنائية بين الاتحاد الأوروبي ورئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28، وهو التعهد الدولي حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهي من أبرز الإنجازات حتى الآن. ومن الأمور الأخرى التي تود الإشارة إليها هي صندوق الخسائر والأضرار. فصندوق الخسائر والأضرار من أبرز النتائج، ونحن نهدف إلى دعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي. نعم سعادتك، ربما يقودني ذلك إلى السؤال التالي: هل يمثل مؤتمر الأطراف كوب 28 انتصار حقيقي لصالح الدول الفقيرة في صندوق الخسائر والأضرار؟ نعم بالضبط، فإن هذا الإعلان مهم جدا، ومن المفاجئ والإيجابي أن هذا الإعلان تم في اليوم الأول من المؤتمر. هذا انتصار كبير لمؤتمر الأطراف كوب 28، والاتحاد الأوروبي يدعم هذا الصندوق، وأدينا دورا مهما في تأسيس هذا الصندوق في مؤتمر الأطراف كوب 27، ونعمل على تفعيله في مؤتمر الأطراف كوب 28. ولذلك قمنا بتقديم أو بتعهد ب 280 مليون دولار تضاف إلى هذا الصندوق والإسهامات، ونأمل أن نرى أن تزداد هذه الإسهامات بالطيرات في المستقبل. نعم، كيف يمكن أن نصف سعادتك التعاون الإماراتي الأوروبي في لمكافحة التغير المناخي؟ الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 خلال العام الماضي، ونعمل أيضا بشكل وثيق وتعاوني للترويج لمبادرات تساعدنا على تطبيق الأهداف وتحقيق الأهداف التي حددناها بموجب اتفاقية باريس، ومن بينها الالتزام بارتفاع درجة الحرارة لا يتخطى 1.5 درجات مئوية. عملنا مع بعضنا البعض من أجل تطبيق مبادرات متعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كما ذكرت، وأيضا التحول الطاقوي العادل والاقتصاد العادل الذي لا يترك أحدا خلف الركب. هذه من الأهداف المشتركة. كما نعم بشكل وثيق ليس فقط في مؤتمر الأطراف كوب 28، ولكن أيضا على المستوى الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون التعاون شاملا في مجالات الطاقة، في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو من أبرز المبادرات المشتركة. أيضا بعض مبادرات التعاون في مجال التكيف في الدول المعرضة للخطر في أفريقيا. نعم، كيف يمكن لسعادتك اليوم للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور كبير في دفع التغييرات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية؟ أعتقد أن هذا هو الدور الذي أديناه منذ بدء العمل في مجابهة تداعي التغير المناخي. فالاتحاد الأوروبي ينظر إلى دوره على أنه دور مهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، فقد خفضنا الانبعاثات الكربونية في الاتحاد بشكل معتبر منذ بداية العمل المناخي. وأعتقد أن المثال أن الاتحاد يشكل خير مثال على أن النمو الاقتصادي
الاقتصادي والحد من الانبعاثات الكربونية ممكن في الوقت عينه. كما نقود الجهود في مجال التمويل المناخي، ونحن من أكبر المقدمين أو مزودي وموفري التمويل المناخي. الاتحاد الأوروبي قد تعهد ب 28 مليار يورو من التمويل المناخي، ونحشد في الوقت عينه 11.9 مليار يورو من التمويل المناخي الخاص. وهنا في مؤتمر الأطراف أعلن عن 2.3 مليار دولار في إطار تعهد الترويج للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهذا المبالغ ستؤدي دورا مهما في مجال التحول الطاقوي على مستوى العالم. نعم سعادة لوسي برجيل سفيرة الاتحاد الأوروبي، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم. Thank you. شكرا لكم.